هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مأدبة عشاء مساء اليوم بقصر الروضة تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز وقرينته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما حضر المأدبة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، معالي الشيخ حمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.